منك اللهم نبدا على بركته نتوكل منك يا الله طلب التوفيق والسداد والنجاح فهيئ لنا من امرنا رشدا انك على كل شيء قدير. مشاهدين الكرام مستمعين الافاضل احييكم من هنا من على أرضية ميدان الطائف في هذا اليوم في ثاني أيام سن الحقائق سن المتعة والإثارة ضمن فعاليات وتحديات هذا المهرجان الغالي على قلوب الجميع مهرجان ولي العهد حفظه الله وأطال في عمره. ننطلق مع انطلاقة شوطنا الثامن ويحمل في طياته القعدة الحقايق لتنطلق الأسماء ولتعلن الشعارات الباحثة عن الفوز وعن الظفر بالنماس. مقدمة الأسماء والمركز الأول وتابع الانطلاق من سياف ليتقدم شعر سالم بن فهد بن عبد الله المري يتقدم ويقدم لنا سياف الدور والحضور على ثاني الأسماء وتابع الغزال ومحمد بن بخيت بن هديب الجربوعي المري يقدم لنا الغزال بينما ثالث النداد وتابع هداد ومبارك بن علي بن مانع العجمي يتقدم ويقدم لنا شعار على ثالث الأسماء والحاضر في هذه اللحظات تابع متمكن وأحمد بن سليمان الربيض البلوية يقدم لنا شعاره ويحضر بينما خامسا وتابع التواجد والحضور من مزعج وشعار بوساق يتقدم نواف بن محمد بن علي بوساق يقدم لنا شعاره ولكن العودة إلى مقدمة الشوط والمركز الأول العودة إلى سياف وسالم بن فهد المري يقدم لنا سياف ويحضر ولكن الحضور التغيير من الفارس وشعار خالد بن محمد الفهد المري يقدم لنا الفارس ويحضر على أول الأسماء الحاضر والقادم شعار بن جبران مع الصداوية سالم بن جابر الجرب ربوعي المرية والأسماء والشعارات بدأت بالظهور ولكن الفارس يتقدم الأسماء الكلوة الأخير الخطير بوابة العبور يا باغي النماس يا باغي الفوز الفارس 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 والعصاف الابطان والعرض تلقائي حتى هذه اللحظات خالد بن محمد بن سعيد الفهد المري يا بن سعيد من السعيد في هذا الشوط يتقدم الفارس والعصاف الابطان والعصا راقد ونايم يتجاوز والعصا قوس بمحله يسمع الاصوات قدامه خلافيه ويتحرى للاوامر ما حصل يا ذكر الله يا ما شاء الله على هذا العرض على هذا الابداع ولكن الاسماء وصلت القادم القادم منهاج حمد بن فهد الزبدان المري وصل مع منهاج يتقدم هذا يا اخوان راعي نقطتين في هذا الميدان ينطلق مع منهاج يتقدم الزبداني حمد بن فهد الزبداني المري مع منهاج والعرض الكبير والممتاز القادم والحاضر شعر عبد الله بن صالح الكربية مع سياف ولكن غادر الزبدان انطلق مع منهاج شعر حمد بن فهد الزبدان المري الفرتاج حضر ولكن تهانينا والف مبروك لحمد بن فهد الزبدان المري على هذا الفوز وعلى هذا النماس لحظة وصول منهاج على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار ثانيا كان شعار خلف بن نايف الفرتاج الشمري على هذا الانتصار ثالثا كان التواجد
كان شعر عبد الله بن صالح الكربي. رابعا كان التواجد في الإعادة إفادة هنينة وألف مبروك لمالك منهاج حمد بن فهيد الزبدان المري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. والتوقيت الزمني 4:35 84 جزء من الثانية. ثانية شعر خلف بن نايف الفرتاج. والتوقيت الزمني 4:36 47 جزءا من الثانية. ثالثا كان شعار عبد الله بن صالح الكربي مع سياف. والتوقيت الزمني 4:37 13 جزءا من الثانية. رابعا كان شعار خالد بن محمد المري وخامسا شعار سالم بن فهيد المري. تهانينا وألف مبروك لمالك منهاج حمد بن فهيد الزبدان المري على هذا الفوز وعلى هذا النماس وتسجيل نقطة غالية على أرضية ميدان الطايف. تهانينا له وألف مبروك